اتفضلي اتفضلي، خلي حضرتك هناك انا اتكلم مع المدام. لا يا بابا ممكن يقعد هناك، من هناك لا. طيب خلاص اتفضل هنا طالما هناك لا. اصلا طيب تمام. في حاجه؟ خير خير؟ حد ضايقكم؟ المريضه ضايقتكم؟ لا والله اللي قاعده جوه دي اللي ضايقتنا بامانه. انا اللي قاعده هنا. شايف جمالك وملعب طافي دماغك وانت الروج اللي بيقابلك ده ايه سيادتك يعني؟ اللي قاعده على اليمين منديل ده. طب انا تحبه؟ انا قاعده كويسه بتتكلم عادي يعني؟ انت معجب باللي انت بيحصل لك ده ولا انت فرحان باللي بيحصل؟ مش حاجه بتحصل يعني. ايه مش حاجه؟ طب انا هسيبكم خمس دقايق واجي لك. شايفه بتتكلم عادي؟ روح اعمل كذا، روح اعمل كذا، مفيش مفيش حاجه. طب انا ممكن امشي وخليك انت قاعد معايا، مفيش اي مشكله خالص، وعيش حياتك وانا امشي، مفيش اي مشكله. ليه؟ هو الراجل قال لي خلاص احنا قدامنا بتاع خلاص هنكشف. هو انا جاي اكشف ولا جاي انا كباريه؟ مش فاهمه، انا مش فاهمه الموضوع يعني. مالك حطها في دماغك ليه؟ هي بيت اهلي عشان حطها في دماغها سنة. طيب مالها هي؟ هو ايه اللي مالها؟ انت شايف هي عملت ايه؟ عملت ايه؟ قالت لي ان الصور اتصورت. والصور بتاع ايه صح؟ يعني ممكن اصور مع اللي قاعدين جوه عادي؟ مش هتغير يعني؟ هي واحدة بتقول انتوا مصريين. طب هي ما هو قاعد جوه مصريين، محدش عارف معاه اللي انت عملته معاه. بتبصك من رقبتك ليه؟ هتكلمك انت. هو ما بيتكلمش غير الرجاله بس. تقول لي يا استاذ رد على انت. هو مش بيتكلم باسلوب ادب على فكره. حاضر هتكلم انت رد على طب تحبي حضرتك تيجي نعمل لحضرتك بخار في وشك طيب؟ لا لا. طب مش معقوله تيجي العياده وتبقي زعلانه كده يعني؟ مش معقول. طب فهميني بس مين ضايقك هنا؟ ايه اللي حصل؟ عملت لها ايه يا استاذ؟ مفيش حاجه يعني، مفيش حاجه. اسألي اسألي. لا انا هنا عندي كاميرات في العياده. طب ماشي هاتي الكاميرا وشوفي هم عملوا ايه جوه وتتكلمي معايا. جوه فين؟ استاذه رنا. انا كنت دافعه على الكيش. استاذه رنا انا كنت لو سمحتي من فضلك يا استاذه. انا جيت الكونتر ما كانش فيه حاجه. استاذ احمد اتفضل. حضرتك الكاميرات صورت حاجه كده مش مظبوطه حصلت ما بين الاستاذ ده وفي المدام اللي عامله لنا المشكله دي على طول ديت ومش عارف في دي هنا. طب اتفضل حضرتك. ايه اللي حصل؟ لو في حاجه هو انا كده هضطر اراجعها ولو في حاجه هنحتاج نعمل